والآن وقفة اقتصادية عن المال والأعمال من نشرة التاسعة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري وشكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيس شركة دانت غاز ريتشارد هال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والغاز. خلال اللقاء أكد الملا على أنه رغم التحديات الراهنة إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات. من جانبه أكد رئيس شركة دانت غاز أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 43 مليون دولار في إطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال العام القادم 2024 في مناطق امتيازها. يتضمن هذا الحفر 11 بئرا تنمويا وثلاثة آبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 30 مليون قدم مكعب غاز يوميا ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار، مشيرا إلى التزام الشركة بالعمل في مصر والتوسع فيها. على جانب آخر، بحث وزير البترول مع نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية الغاز المسال، بحث أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شيل في تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غاز الدلتا العميق في البحر المتوسط والإنتاج منه، فضلا عن الاستعدادات لبدء العمل في المرحلة 11 من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، بينما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لإنتاج أوبت بلس لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر القادمة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 0.17% لتصل وتحقق ما قيمته 81 دولار و54 سنتا للبرميل. كما تراجعت الخام غرب تكساس الوسيط هو الآخر 0.8% ليصل ويحقق ما قيمته 76 دولار و35 سنتا للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت العالمية هي الأخرى بنسبة 2.33% لتصل وتحقق ما قيمته 2.75 دولار. في المقابل وصل الغاز الطبيعي هو الآخر ووصل انخفاضي بما نسبته 25% ليصل ويحقق ما قيمته 2.83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت منظمة التعاون والتنمية من أن تفاقم الصراع ما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقود الاقتصاد العالمي بشكل مباشر. تشير تقديرات المنظمة إلى أنه إذا تفاقم الصراع وامتد أمد الصراع إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن. هذا وخفضت المنظمة من توقعاتها للنمو العالمي في هذا العام إلى 2.9%، بينما أبقت على توقعات العام القادم من دون أي تغيير يذكر. خصصت سلطة النقد الفلسطينية صندوقا إضافيا بقيمة 500 مليون شيكل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. أضافت سلطة النقد أن الصندوق يهدف لمنح تمويلات بفائدة منخفضة وبشروط ميسرة وبفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة. كما أوضحت أن القطاعات المستهدفة هي القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع دينا وأميرة. شكرا لك مصطفى.